بتيجي تنزل مشوار ومستعجل جدا وبتفضل تدور على الابل واتش بتاعتك، وكمان بتبقى ناسي اخر مكان حطيت فيه موبايلك، وكمان مشوارك اتاخرت عليه جدا، ولما بتلاقيهم بيبقوا فاصلين شحن. الحل بقى للمشكله دي الفاست تشارجنج دوك 4 في 1 من باورولوجي، اللي هيجمع لك كل اجهزتك اللي بتدعم الوايرلس تشارجنج في مكان واحد، وكمان بيدعم الشحن السريع. عندك مكان شحن الابل واتش بقوه 5 واط، وعندك مكانين وايرلس تشحن بيهم موبايلك بقوه 10 واط، وكمان المكان الرابع يو اس بي اي بيشحن موبايلك بقوه 25 واط. كل ده بيدعم الشحن السريع. سيبك بقى من كل الكلام ده، واحسن حاجه انه هيجمع لك اجهزتك كلها في مكان واحد بس. قبل ما تنام كده تحط ساعتك وموبايلك ومعاك مخرج اليو اس بي، ولو اي حد معدي عايز يشحن موبايله هيشحن موبايله عادي جدا وكله في مكان واحد بدون اسلاك كتير بقى ومشتركات، يعني هيوفر عليك حاجات كتير وهيريحك، مش هتحتاج بقى تلف عليهم البيت، وكمان لما تلاقيهم هتلاقيهم مشحونين. لينك الشراء بقى هيكون في اسفل الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب، وكمان فولو على الانستجرام، وشير الفيديو ده مع اصحابك.